يشير على وجود شيء. وسط مطالبات من جماهير نادي ظفار بوجود خطأ. راح نشوف الإعادة. شوفوا معي كرة لاوسون بيكاي والتداخل اللي كان بين الاثنين، وهنا عرقلة من مصعب الشرقي وتدخل على علي سالم. هوغو لوبيز لا زال منفعلا وانفعاله غريب بصراحة، يعني اعتقد انه من الاسباب اللي ابعدته عن جو المباراة وعن حضور الفني المعهود هذا الانفعال. في الجولة الاولى امام رباط كان متألق للغاية، بل كان نجم المباراة، والان يعني خرج من تركيزه المطلوب وركز على 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 هذه التدخلات اللي ما راح تغير شيء. شوفوا معي الكرة الماضية والتداخل اللي كان بين اليعقوبي ولاوسون بيكاي. فلوري متروك يطلب هوغو لوبيز، يعني يطالب بمزيد من الهدوء. تدخل بصراحة أيضا متهور من إرنست، وهذا اللي استفز هوغو لوبيز ومعاه حق، لكن ما معه إطلاقا في الخروج عن الناس. يزعل، ممكن يزعل نعم، لأنه التدخل كان في من التهور حقيقة من إرنست، لكن الحمد لله أنه لم يصب وبالتالي يكمل اللقاء. وايضا امر طبيعي انه اللاعب المميز احيانا لاعبي الفريق المنافس يعملوا لاستفزازه للخروج عن تركيزه الكامل في جو المباراه، لذلك اللاعبين الهامين المهاريين لابد عليهم ان يتعاملوا مع هذه المواقف بالشكل المطلوب، والا ينجح المنافسين في يعني استفزازهم انجاز التعبير. كره تعود من جديد مع إرنست، لاعب الوسط الارتكاز الهام باستمرار في صفوف الشباب. مصعب الشرقي 4 دقائق اذا محتسبه كوقت بدل ضائع. مشاهدينا متابعينا الكرام لشوط المباراه الثانيه لقمه الجوله، هذه خطره حمود السعدي ممكن بقدم اليسرى يصوب، ولكن على طول عبد السلام عامر تاكلينج ممتاز في التوقيت المناسب يبعد الكره الماضيه. شوفوا معاي الارتماء من عبد السلام، وايضا كان في بطء نسبي من حمود السعدي، لكن بصراحة يعني تغييرات الشباب تعطي إضافة. تغييرات الشباب تعطي إضافة حقيقية للفريق خاصة على المستوى الهجومي. الآن محمد علي على تنفيذ الركلة الركنية الشبابية، المحاولة ترقب وانتظار، ترسل عالية للقائم البعيد ولكن تتخلص مستمرة. سهلة مع رياض سبيت، سهلة مع رياض سبيت، صافرة وخطأ. خطأ لحمود السعدي. 4 دقائق. رياض سبيت ترسل لتامر الحاج لمصلحة نادي ظفار. الآن علي سالم، هل من هدف خاطف؟ تدخل آخر متهور على هوغو لوبيز. منذر الصبحي يتحصل على بطاقة صفراء. تركيز على هوغو لأنه يبقى قيمة فنية كبيرة في صناعة اللعب بالنسبة لنادي ظفار. شايفين تدخل الماضي، والحكام صراحة لابد أن يكونوا يعني دقيقين أكثر في متابعتهم لهذه التدخلات. هوغو لوبيز الآن عالي وللأمام، لكن تتخلص الكرة الماضية. تعود المحاولة من جديد لإرنست، مبعدة في التوقيت المناسب، نقلة للجهة اليسرى. مصعب الشرقي البحث عن المرتد السريع، لكن علي سالم موجود، متابع من محمد علي خطفها بامتياز. محمد مروة تقدم، هذه خطرة الشباب. جول جول، ما أروع السقور في قمة الجولة الثانية. السقور تحلق عاليا بالنقاط الثلاث الهامة في مباراة الأسبوع. الله 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 الله. البديل الذهبي، البديل الذهبي تسبب في الهدف الأول ويسجل الهدف الثاني. الشباب
منتهى الروعة في هذا المساء. نعم منتهى الروعة. الله على الانطلاق، على التقدم، على المرور، وحده بيمينه ذكرتنا بمحمد علي. الأيام الحلوة، الأيام الرائعة، الأيام الجميلة للاسم الكبير محمد علي. ما أروعك ما أجملك، ما أروعك ما أجملك. الله على الانطلاق، على السبرنت، على المرور، على التحضير، على التصويب، على الدقة، على الروعة المتناهية. روح القائد تظهر والشباب يخطف الهدف الثاني. يا لها من روعة، يا له من تألق كبير، ويا لها من قراءة رائعة للغاية من المدرب الوطني علي الخنبشي. التغييرات كلها أعطت الإضافة الهجومية المنتظرة بعد توفيق الله، وغيرت النتيجة من خسارة إلى انتصار. الشباب اليوم 10 على 10، 10 على 10. كرة بتعود إلا إذا كانت هنالك كلمة للزعيم تتخلص وتعود من جديد في منتصف الميدان. الله على مباراة فعلا هي قمة الجولة، قمة الجولة بأحداثها، بإثارتها، بقراءة المدربين. وتأتي إلى مشاهدين الكرام صافرة حكم المباراة قاسم الحاتمي، ونهاية هذا اللقاء بانتصار الشباب بهدفين مقابل هدف. الشباب بعد أن تأخر مبكرا عاد من الباب الكبير في اللحظات الأخيرة وخطف نقاطا 3 في غاية الأهمية. رسم لنا درسا، أو قدم درسا، في الجدية والإصرار والعمل الجاد والتنظيم الجميل، وعاد في اللحظات الأخيرة بشكل رائع للغاية من النجم الكبير محمد علي السيابي الذي تجلى في هذا المساء الكبير. ظفار ومدرب فلورين متروك يدفع القيمة غالية جدا، قيمة التراجع الكبير من الشوط الأول، واللي ذكرت في أكثر من مناسبة بأنه تراجع غير مبرر قد يكلفه الكثير. وفعلا هذا ما حدث. الشباب قدم مباراة تدرس، بل إنها للذكرى الجميلة، وينهي المشهد بهذه الروعة لأن يتصدر الدوري على الأقل حتى الآن. مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم، هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام، وفي الختام تقبلوا تحياتي محدثكم أحمد بن سيف الكعبي.